أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتناول فيها التصعيد الشعبي الذي تشهده عدن في ظل استمرار تجاهل مطالب أهالي المختطفين والمخفين قسرا. شهدت ساحة العروض في العاصمة المؤقتة اليوم احتشادا شعبيا دعا له أهالي وذوو ضحايا الاغتيال والاختطاف والإخفاء القسري، وطالبوا بالكشف عن من يقف خلف جرائم الاغتيال التي تشهدها المحافظة، كما دعا المحتجون للإفراج عن المخفين والمعتقلين في السجون السرية. الاحتجاجات نددت بسياسة اللامبالاة تجاه معاناة أهالي الضحايا المستمرة منذ 19 شهرا، وطالبت برحيل التحالف محملين إياه كافة الانتهاكات التي تشهدها المناطق المحررة. في حلقة اليوم نناقش أسباب التصعيد الشعبي في عدن ضد السجون التي تشرف عليها الحكومة الشرعية وتلك الخاضعة لقوات الإمارات، ونتناول موقف الجهات المعنية والمنظمات الدولية من مطالب الأهالي. من جديد غضب شعبي في عدن، مظاهر احتجاجية تصعيدية سيكون لها ما بعدها نتيجة سياسة التجاهل واللامبالاة بمشاعر أهالي ضحايا الاغتيالات والاعتقال والإخفاء القسري. في ساحة العروض أكبر وأشهر ساحات عدن احتشد عشرات المواطنين للمطالبة بتحقيق العدالة والكشف عن قتلة الدعاة والمشائخ في عدن وإظهار المخفيين في السجون الإماراتية السرية وتسليمهم للقضاء والنيابة ليقولا كلمة الفصل في ذلك. وندعو القنوات إلى بث رسالتنا هذه وشكوانا بأننا نقول كفاية كفى ظلم، ارفعوا الظلم عن المظلومين. وحسب بيان صدر عن الاعتصام الذي دعا إليه أهالي المغدور بهم والمعتقلين والمخفيين قسرا في السجون السرية، فإن هذه الخطوة التصعيدية جاءت عقب تجاهل المطالب الحقوقية والإنسانية منذ أكثر من 19 شهرا، وما تردد عن تردي وتدهور الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام في سجن بئر أحمد. غضب طبيعي أفرزته حالة الانفلات الأمني غير المسبوق، ما جعل عدن عنوانا للاغتيالات وبؤرة خوف، وهي التي عرفت بكونها مدينة التعايش والمدنية. الوضع في عدن بحاجة للاحتواء قبل أن يستفحل، فما طالها من التشويه والألم لم يعد بمقدور أهلها احتمال استمراره. عدن اليوم أحوج ما تكون لرد اعتبارها المدني بشيء من احترام تاريخها والإنسان فيها قبل ذلك. أبدأ النقاش مع ضيفي من برلين في ألمانيا الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي عبسي، أهلا بك. أهلا وسهلا. بداية قراءتك لحالة الغضب المتصاعد الذي شهدته اليوم العاصمة المؤقتة. بالتأكيد المواطنون والضحايا من الذين يعانون من فقد أحبائهم وأهلهم واختفائهم قسريا وعدم معرفتهم حالة، هل هم أحياء أم أموات، هل هم مسجونين فعلا أو أين هم. بالتأكيد هم أصابهم اليأس، لهم فترة طويلة وهم يرفعون أصواتهم بالاحتجاج ويطالبون بكشف مصير أبنائهم ولا أحد يستجيب لهم، لا 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 الطرف الإماراتي المسؤول عن هذه الجرائم ولا حتى الحكومة الشرعية. وللأسف الشديد نحن شاهدنا آخر تصريح لنائب وزير الداخلية اليمني وأمام منظمات دولية يدعي أنه لا وجود للسجون السرية ولا وجود لناس مخفين قسرا، وبالتالي أعتقد أن المواطنين أصابهم اليأس وأصابهم الحباط وأنه لم يعودوا يركنون على أحد سوى صوتهم وسوى مساعيهم. ونحن نشاهد تصاعد هذا الغضب، وأتوقع أن أيضا أن يشهد في الفترة القريبة أيضا مزيدا من هذا الغضب، لأن للأسف الشديد لا توجد حلول في الأفق، لا أحد يهتم بهؤلاء الناس، لا أحد يحاول حتى أن يبحث لهم عن حلول أو أن يقتنع أن هناك مشكلة. المصيبة الآن أن الحكومة الشرعية اليمنية ومؤسسات المسؤولة عن هذا الموضوع لا تعترف بوجود المشكلة أصلا، يعني فكيف يمكن حلها إذا لم تكن تعترف بالمشكلة؟ طيب دكتور علي، من المعني اليوم برأيك بالاستجابة لمطالب هؤلاء المحتجين اليوم؟ بالتأكيد الحكومة اليمنية، بالتأكيد الحكومة اليمنية والجهات المسؤولة ووزارة الداخلية اليمنية بالتأكيد عندما تقدم أن طلبهم، يعني هذا حتى من ضمن مهام وزارة الداخلية، لأنت لا تحتاج إلى احتجاجات،
أنت بصفتك مواطن تستطيع أن تقدم طلبا أو أن تذهب إلى أي قسم شرطة وتطالب بالكشف عن مصير ابنك الفلاني أو الأشخاص المخفين وأن تطالب الحكم اليمني بتوضيح مصيرهم. يعني هذا مسؤولية الحكومة اليمنية ومؤسساتها الشرعية. لكن للأسف الشديد يبدو أن الحكومة الشرعية لديها اهتمامات أخرى، يبدو أن هناك خطة مدبرة أصلاً. يعني المسألة المخفين قسرا والسجون السرية هذه مسألة مدبرة ومسألة ليست صدفة وليست نتاجا ثانويا، هي سياسة استراتيجية مخطط لها، يعني ليست مجرد يعني شيء عارضي أو جانبي. هناك من يخطط وهناك من يرتب وهناك من يسير هذه الأمور، وبالتالي للأسف الشديد الحكومة الشرعية اليمنية لم تقم بواجبها ولا تبدو حتى أنها مستعدة تقوم بذلك. طيب بالنسبة للتحالف برأيك لماذا يتجاهل أيضا مطالبات المحتجين والرسائل والأصوات التي ربما تندد بهذه الممارسات وتتهم أنه التحالف يقف وراء خلفها؟ التحالف، ودعنا نكون أكثر تحديدا، الإمارة العربية المتحدة لديها مصلحة في عدم استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة عدن، وهذه موضوع الأسرى وموضوع المخفين قسرا والسجون السرية هي جزء من خطة كاملة وشاملة لهز الوضع الأمني في عدن وجعل مدينة عدن مدينة غير آمنة لا لساكنيها ولا حتى لمن يزورها أو حتى لأي طرف آخر. الهدف الأساسي هو منع أن تتحول عدن إلى عاصمة آمنة، أن تتحول إلى عاصمة مؤقتة لليمن، أن تعمل منها مؤسسات الحكومة الشرعية اليمنية ومؤسسات الدستورية اليمنية. ومن ضمن هذا الإطار تأتي خطات التجاهل الطلبات المحتجين، وتأتي خطط أيضا الدعاء بعدم وجود هذه السجون السرية، رغم أن هذه مذكورة في تقارير مؤسسات دولية. يعني هناك اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة ذكرت هذا الموضوع وتحدثت عنه حتى عدد معينة وحددت حتى أماكن للحجز. للأسف الشديد لا أحد يريد أن يحقق هذا الموضوع، ودولة الإمارة العربية المتحدة تستخدم هذا الأسلوب أيضا، يعني من ضمن أسلوب هز وجود الدولة اليمنية وعرقلة أي تطور لفرض الحكومة الشرعية اليمنية لسيادتها على الأرض. طيب دكتور علي تتفضل بالبقاء معنا، نشارك معنا بالنقاش أيضا من العاصمة السعودية الرياض المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية هناك أنيس منصور. أهلا بك أستاذ أنيس. اهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفك وللاعزاء المشاهدين والمستمعين. شكرا لك استاذ انيس. برايك الى اين تتجه الامور في العاصمه المؤقته اليوم مع التصعيد الذي شهدته اليوم واعلان الاهالي والبيان الذي جاء في هذه الوقفه؟ والله يا اخي كل الخيارات وكل الاحتمالات وارده في المسار السياسي والمسار الأمني في مدينة عدن. في ظل تعدد الميليشيات المدعومة إماراتيا، في ظل تعدد رفض الشرعية لمثل هذه الميليشيات، في ظل الوقفات التي هي بشكل يومي حالة سخط وغضب، يعني هناك نساء أولادهن مفقودين في السجون، وهناك نساء أولادهن مختطفين، وهناك نساء أولادهن قتلوا تحت التعذيب، وهناك سجون سرية، وهناك وقفات في كانتكس، وقفات أمام يعني بشكل يومي أمام منزل وزير الداخلية، هناك وقفات في أمام مبنى التحالف. اليوم تم التصعيد إلى أن خرج الجميع إلى يعني ساحة العروض، وهي الساحة التي لها رمزية متعددة، يعني شهدت كثير من الفعاليات منذ 2007، كانت فيها أول انطلاقة للحراك الجنوبي لجمعية المتفاعلين، وشهدت فيها الفعاليات متعددة، وكانت أيضا ساحة للثورة التي كانت تقام فيها فعاليات الثورة في 11 فبراير، يعني بمعنى أن هناك تطور نوعي كبير جدا، أن هناك حالة ضغط تمتد على المدينة بشكل كبير جدا، أن هناك خيارات أو مآلات كثيرة جدا، أن هناك أوراق تتضح يوما بعد آخر لتكشف الوجه الكبير لمثل هؤلاء الأدوات الموجودة داخل عدن للأسف الشديد، أن هناك حالة سخط حتى ضد الشرعية، يعني لابد أن يكون هناك خطابا واضح، يا أسود يا أبيض، المنطقة الرمادية والتصريحات الأخيرة التي
صرح بها نائب وزير الداخليه ومرضى بقبول وزير الحقوق الانسان، هذا يؤكد على ان انتم اما ستكونون شركاء واما انكم مداينون واما هناك وانك تمارس عليكم ضغوطات في مثل هذا. لا، الكرامه والسياده والكرامه والسياده والعزه لا يمكن ان تفرط فيها او يمكن الصمت عليها مهما كان. طيب، من موقع المسؤوليه اليوم المعني بالاستجابه لمطالب هؤلاء المحتجين هي الحكومه الشرعيه. لماذا هذا التجاهل من قبل الحكومه؟ ما تفسيرك لحاله الصمت والتجاهل وعدم التعاطي مع مطالب الاهالي؟ انا اقول لك، دعني اكشف لك عن سرا من اسرار الشرعيه، وهو لم يكشف لاي احد اخر. لا يوجد حاليا اي تواصل مباشر ما بين الشرعيه وما بين الامارات. اذا يريد الامارات شيئا فان هناك وسيط وهم السعوديين، واذا تريد الشرعيه شيئا فان هناك وسيط وهم السعوديين، وبالتالي انقطع حبل التواصل والاتصال في ظل حاله عدم استطاعت عوده الرئيس، عدم استطاعت بعض الوزراء، عدم استطاعت اكثر من الصحفيين من بينهم انا او الزميل الذي كان يتحدث قبل، اعتقد ان الزميل عبد الركيب او كذا، كثير من الزملاء المراهبين والراكبين من هذه المشاريع الان ممنوعين حتى من العوده في بلاد انت عشت فيها وتربيت وترعرف وتدرس وتوظف وتزوج وعندك اسره وعندك بيوت وعندك اهل، يمنعك يعني من العوده، كانك يعني لا فرق ما بين الميليشيات الحوثيه وما بين هذه الملكنه. استطيع ان اقول لكم ان موضوع الشرعيه غير راضي، لكن المساله ان الشرعيه تواجه ضغوطات على انه فكها الاولويات. لدينا عدوا استراتيجيا اساسيا يهدد الخليج والمحيط ويهدد الجميع وهو الحوثي، وبالتالي وهناك طعنه نتعرض لها من قبل هذه الادوات ومن قبل هذه الميليشيات، سيكون سينتهون القرار الذي اتى بهم، هناك سيكون قرارا ايضا بالاستغناء عنهم، وبالتالي المساله هي مساله وقت من قبل الشرعيه. ولكن اقول لك كل مسؤوليه شرعيه، كل وزراء شرعيه، كل قاده شرعيه غير راضين بالوضع الحاصل في محافظه لحج، ابيان، حضرموت، عدن بشكل كبير جدا من سنه تعزيز دور الميليشيا واضعاف دور الدوله ودور الشرعيه ودعم الصوت الانفصالي المقدس والصوت العنصري والمناطقي ايضا غير مرفوض بشكل كبير جدا. نحن اليوم امام عدو يهدد سيادتنا وكرامتنا، وهؤلاء ايضا يهددون، لكن الخيارات متعدده. اضافه الى ذلك ان هناك كثير من التقارير الدوليه التي كشفت قبح الممارسات والسجون السريه والمعتقلات وما القتل تحت التعذيب. يعني الاخ زكريا قاسم شخص اعطى وقته وحياته للانسانيه وللخير، بالتالي يعاقب بالاخفاء القسري وربما انه تم التخلص منه، ومثله كثير. طيب، اعود لضيفي من برلين دكتور علي. دكتور علي، بالنسبة لموقف الحكومة برأيك، ما الذي يبرر هذا الصمت في موقفها وإنكارها لوجود سجون سرية وتجاهل أيضا التحقيق في جرائم الاغتيال؟ للأسف الشديد الحكومة اليمنية في حالة ضعف عام، يعني وفي حالة عجز، ولا توجد يعني لديها، يبدو أن لديها أي خطط من أي نوع لمواجهة النفوذ الإماراتي. يعني حتى وصل عجز الحكومة الشرعية اليمنية إلى أنها غير قادرة على استبدال مدير امن عدن، يعني رغم كل الحاله الامنيه المزريه الموجوده في عدن، رغم كل الاختلالات الامنيه، الاغتيالات، الوضع الامني السيء، عدم غياب سلطه القانون، ومع ذلك محتفظين فقط بمدير امن عدن الذي لا يعترف بالحكومه الشرعيه، يعني لا يرتدي الزي الشرعيه الذي القوات الامن اليمنيه لا يعترف بهم، هو نفسه يعني يبدي ولاء شديدا لدوله الامارات العربيه المتحده. شخص كهذا ما زال تحتفظ به كمدير مدينة عدن، ماذا تتوقع؟ يعني ماذا يعني الحكومه يعني في حاله ضعف غير طبيعيه، يبدو انها مستسلمه، يبدو ان قدرتها على الحركه محدوده وضعيفه جدا ولا تسعى لسلام. الحكومه مهادنه للاسف حتى في حقوقها وحقوق مواطنيها. حاله المهادنه هذه وحاله الضعف يعني لا ادري الى متى ستستمر. اذا كنت غير قادر عن تغيير موظف لديه لانك تخشى غضب الطرف الذي يوظفه، يعني للاسف شديد المدير امن عدن ليس موظفا لدى الحكومه الشرعيه اليمنيه، بل هو موظف لدى دوله الامارات العربيه المتحده. وبالتالي للاسف شديد الحكومه الشرعيه اليمنيه هي المسؤوله الاساسيه. لا ندري هل يمكن ان يحدث اي تغيير في الاشخاص، يعني وزير داخل اخر او رئيس وزراء اخر، يعني يهتم بالملف الامني ولا يحدد نفسه في ملفات اقتصاديه وخدميه فقط. يعني لا ادري ما هي المشكله. يعني الحكومه الشرعيه اليمنيه مستسلمه تماما للوضع الحالي،
تنتظر، ما لا ادري ماذا تنتظر، هل ستنجد من السعوديه او نوع او ان يصحان ضمير الامارات. فبالتاكيد الوضع يعني لا تبشر بخير. الوضع في عديد عدن يتدهور على جميع الاصعده، يعني ليس فقط على مساله المخفين قسرا والملاحقين سياسيين، ولكن حتى على مستوى الامن العادي، الامن المواطنين العادي. الجرائم تنتشر في مدينه عدن، وجرائم لم يسمع بها المجتمع الامني من قبل. المخدرات تنتشر، وضع امني غير معقول يعني في المدينه منذ اكثر من 3 سنوات ونصف. يعني هذا متى ستتحرك الحكومه اليمنيه اذا لم تتحرك الان؟ شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي عبسي، كنت معنا من برلين. نشرك معنا بالنقاش الكاتب الصحفي عبد الرقيب الهدياني. اهلا بك استاذ عبد الرقيب. اهلا وسهلا استاذ عبد الرقيب. بدايه قراءتك للاحتجاجات التي شهدتها اليوم العاصمه المؤقته عدن، وبرايك الى اين تتجه الامور وفق هذه المعطيات؟ الى اي مدى يمكن ان تؤثر هذه الاحتجاجات في حلحله فكفكه هذا الملف؟ التحية لك ولمتابعي القناة، التحية لضيوفك. هذه الاحتجاجات التي تعيشها عدن الانتهاكات والعبث والوضع الذي لم يعد يحتمله المواطنون. تقريبا اليوم هناك تصعيد جديد نوعي، وهو أن هذه الاحتجاجات تدخل ساحة العروض الشهيرة المعروفة في عدن في خور مكسر. هناك تصعيد سابق كان في دورة كالتكس، جوار منزل وزير الداخلية، جوار مبنى وزارة حقوق الإنسان. اليوم ساحة العروض، هناك من خلال متابعتنا هناك يعني فئات جديدة انضمت إلى الاحتجاجات. هذا يعني ان الشارع العدني تحديدا يعني ماض في تصعيد هذه الاحتجاجات، واحتجاجات اليوم بالذات هي رد طبيعي ويعني عملي لتلك التصريحات التي والتي انكر جمله وتفصيلا وجود هذه السجون السريه ووجود التعذيب. المواطنون اليوم يردون على تصريحات وزارة الداخلية، يحاكمون وزارة الداخلية، يحاكمون رئيس الجمهورية، يحاكمون التحالف والإمارة تحديدا، وهم المعبر الحقيقي عن المشكلة، وهم طوط هذه القضية، وهم يعني المعبر الوحيد عنها. هناك ظلم، هناك انتهاكات، هناك اعتقالات تعسفية، هناك من ماتوا تحت التعذيب، هناك سجون سرية. وبالتالي على الحكومة ألا تبرر وألا تتخلى عن مسؤولياتها. الشعب لن يصمت ولن يمل ولن يكل، وحركة الاحتجاجات في تصاعد مستمر والعالم يرقب. بالتالي على الحكومة أن تكون مسؤولة أمام شعبها. التاريخ سيسجل والعالم سيسجل وتعبر عن نبضه وعن مشاكله وعن خلافاته، او كانت متواطئه عاجزه، بل تبرر الانتهاكات وتحاول ان تبيض جرائم الانتهاكات التي ترتكبها الامارات عبر اذرعها الامنيه والعسكريه التي هي خارج الدوله وخارج وزاره الداخليه. طيب اعود للاستاذ انيس منصور. استاذ انيس، إذا كان اليوم مسؤولي الحكومة الشرعية ينكرون وجود السجون السرية وحالات التعذيب، لكن الاغتيالات حاضرة وموجودة في عدن وهذه القضايا لا يستطيع إنكارها أحد، برأيك لماذا الحكومة اليوم لم تحقق ولم تنجز شيء في قضايا التحقيق في قضايا الاغتيالات؟ طبعا أنا أقول لك لا ينكر الحكومة الشرعية وجود يعني أحد موضوع السجون السريه وكذا. اللي حاصل انه نائب وزير الداخليه وقبول وزير حقوق الانسان الصامت كانت حاله مشاهد مرفوضه، والا وزير الداخليه قبل يومين التقى بامهات المعتقلين والمختطفين واكد لهم انه لديهم اسماء بمن بالسجون السريه ولديهم معلومات عن المقابر السريه واكد على ذلك. يعني وهو وزير الداخليه كان أكد هذا الكلام، يعني أضع إلى ذلك أنه كثير من الناشطين والوزراء والسياسيين بل ورئيس الوزراء السابق وكثير من القيادات كان لهم موقف واضح مما يحصل
ورافضين كل ذلك. اللي حصل من نائب وزير الداخليه كانت حاله مشاعر مرطوبه ويعني وقبلت وقوبلت باستنكار وسخط حتى وصف قياده الشرعيه وانزعاج من محفل. وهو ليس التصريح الاول، هذا الرجل سبق وان نزل الى سجن دير احمد وهو يتحدث بنفس المنطق وبنفس الكلام وبنفس هذه المصطلح. هناك زياره لوزير الداخليه خلال الايام القادمه الى الامارات باعتراف يوم امس او قبل امس وهو امهات المعتقلين، وهو يقول لهم انه سيناقش هذه المواضيع بما فيها السجن الموجود في جزيره العمان، سجن الجلاء، السجن الموجود في عصب، السجن الموجود في البريقه، في راس عباس، يعني سجون كثيره جدا بعضها مخفيه بعضها ظاهره وبعضها معلنه. فهذا الموضوع ما في سكت، احنا لا نجلد الشرعيه، نكون في علمكم انا وكل لكل المشاهدين ولكل المستمعين، الشرعيه غير راضي بما يحصل، قياده الدوله غير راضي. انت لو تلاحظ كثير من تصريحات الوزراء ومواقفهم، بل الاعلام الرسمي للشرعيه يفرض برامج وحلقات رافضا لكل دور الميليشيات وملكنه البلاد، ويؤكد ان اي خطوات واي تحركات خارج اطار الشرعيه مرفوضه، ومثلها كثير وكثير يا اصحابي. طيب كموقف رسمي حتى يتعاطى الناس والمواطنين مع موقف الحكومة الشرعية، من يفترض من مسؤولي أو كجهات حكومية رسمية أن يعبر عن حالة الرفض التي تتحدث عنها؟ الأصل أنه هناك لجان في وزارة حقوق الإنسان، هناك وكلاء، هناك وكيلة للأسف الشديد محسوبة على وزارة حقوق الإنسان، هي المهتمة في مسألة استقبال الشكاوي، وهي غائبة ومغادرة، وهذه من ضمن النقاط التي تحسب أو الذي النقاط السوداء أو الملاحظات التي تحسب على الشرعية. لم يكن الموضوع تلقائيا، ولكن هناك شراء ولاءات، يعني ربما أن هناك شخصيات موجودين يلعبون ما بين وتر الشرعية وما بين وتر الأطراف الأخرى الداعمة للمنشرة، وبالذات الذين هم في أماكن حساسة مثل وزارة الداخلية، مثل حقوق الإنسان مثلها. هناك مال سياسي يغدر على مثل بعض الشخصيات لتغييب الحقيقه وتغييب الجريمه التي حصلت. هناك جريمه وهناك جرائم مشهوده ومعلونه، وهناك متهمين، وهناك متهمين تم التحقيق معهم وتم الاعتراف من الذي افتى ومن الذي شرعا عمليه القتل. لا يمكن احد ان يخفي الحقيقه ابدا، لا يمكن ان احد ان يخفي الحقيقه. الدموع التي تتساقط يوميا امام في الطرقات داخل عدن وامام في الاعصامات والاباء والمقلوبين، الحشد الشعبي اليوم تشاهد حاله غضب شعبي كبير جدا يا اخي، يعني الناس مستمر في حاله استنكار وفي حاله شديده جدا مما يحصل، والطرف الاخر لا يستطيع ان يدافع. تصور انت يعني الاله الاعلاميه الموجوده مع المجلس الانتقالي والتي يدعمها هاني بن بريخ وملكه هاني بن بريخ تقف ضعيفة، يعني أكثر من 7 قنوات وأكثر من 240 موقع وأكثر من 26 صحيفة وشبكات وخلايا وأموال، هؤلاء وقفوا ضعيفين جدا في عملية الدفاع عن الحق الموجود أو عن الوضع الحالي، وبالتالي هذا الضعف وهذه الهزانة يؤكد على أن الحقيقة أحد، امرأة واحدة قالت صوتا أقوى من كل الأصوات وهي تبكي على ولدها المفقود او المختطف من قبل هذه الميليشيات المدعومه من الامارات، وبالتالي واضح الامور حقيقه، يعني لا يمكن احد الصمت عليها. هذه المراه الواحده التي تتحدث بلغه قويه صارخة كانت يعني اقوى من كل شيء. شكرا جزيلا لك انيس منصور، مستشار اعلامي في السفاره اليمنيه في الرياض. اعود للاستاذ عبد الرقيب، اذا كانت وفق توصيفك الحكومه اليوم تخلت عن مسؤولياتها، وانيس منصور يرى بانها ترفض كل هذه الممارسات، برأيك اليوم من المعني الحقيقي بالاستجابة لمطالب هؤلاء المتظاهرين والمحتجين، أهالي المختطفين والمخفين؟ ينبغي علينا أن نتحلى بالشفافية والمصداقية دون أي حسابات. ما يحصل اليوم عدن هي التي فضحت الجميع، كشفت الجميع بما فيه مشروع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي عنوانه عودة الحكومة الشرعية وعودة الشرعية إلى البلاد،
اليوم يعني ما يجري ان تم اخراج ميليشيات الحوثي وحلت بدلا عنها ميليشيات متعدده تقويض مؤسسات الدوله، حتى لو جاملناهم نحن، حتى لو تغاضينا نحن، العالم لا يجامل. عندما وقف نائب وزير الداخليه امام ورشه او مؤتمر لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، هذا المجلس سبق وان اصدر قرار هو نفسه يكشف هذه السجون السريه التي تتواجد في عدن وفي حضرموت. اليوم اذا استمعنا اليوم الى نداءات وخطابات الشارع في عدن، هي موجهه مباشره الى رئيس الجمهوريه، الى وزاره الداخليه، الى اداره امن عدن. يعني من يعبر عن هؤلاء؟ الحكومه الشرعيه التي يجب ان تعبر. اليوم للاسف حكومتنا الشرعيه تحولت من موقف الصامت العاجز الى موقف المبرر الذي يبيض جرائم دوله الامارات العربيه المتحده وهذه الميليشيات التي تعبث في عدن. عندما انا استمع الى نائب وزير الداخليه اليمنيه معين بقرار جمهوري وهو يقول لا توجد سجون سريه، لا يوجد تعديل في هذه السجون، من يتكلم هنا؟ تتكلم الحكومه الشرعيه التي تمثل الرئيس عبد الرب منصور هادي. حكومتنا اليوم مسؤولة عن هذا الواقع الذي يعبثون اليوم في عدن، بعضهم لديهم قرارات جمهورية. مدير أمن عدن جاء بقرار جمهوري وهو الذي جزء من العبث وهو جزء من المشكلة الحاصلة اليوم في عدن. بالتالي على الحكومة أن تعبر عن الناس، عليها أن تلتقط اللحظة، وإلا فإنها تتخلى عن مشروعيتها تدريجا وسيفقد الناس الثقة في الجميع، ولا ندري الى اين ستذهب الامور، والى اي منحه، والى اي يعني درجات يعني سفلى قد تصل اليه. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه. في الختام تحيه طاقم برنامج ومنتج حلقه هذا البث الزميل ودع عطفي، امانه.